ولكن السي تويزي تكلم بغا يهضر علينا مزيان، راه هضرتوا على نسبة البطالة ديال 8.5% في البرنامج ديالكم. السيد رئيس الحكومة تكلم على 2 مليون ديال التشغيل، البرنامج الحكومي كيتكلم على مليون، شنو هي الحصيلة؟ الحصيلة نسبة النمو 2.8% كمعدل خلال 30 شهر، البطالة 13.7 مليون و 645 ألف عاطل، هذه الـ ACP. المجلس الاقتصادي والاجتماعي كيتكلم من 4.3 د الملايين د المغاربه ما هم لا في المدرسه، ما بين 15-24 ما هم لا في المدرسه ولا شغل، 78% ما كيعرفوش كاع البرامج ديالكم السيد رئيس الحكومه. النساء ما نتكلموش عليهم. الاستثمارات الخارجيه يعني تراجعت 53% من 20 مليار ل 10 مليار ديال الدرهم. المقاولات المفلسه سي مزيان نقولها، شوف كانت في 2021 مادام كيبغيو يرجعوا للارقام ديال 2021 كان 10500، اليوم نحن نقارب 14600، زياده ديال حسبها كيف ما بغيتي 40%. واحد الاستثمار العمومي السيد رئيس الحكومه كترفعوه مزيان، حنا معاه ما كاين حتى شي مشكل، واخا حنا ما عارفينش في 2025 و2026 واش غتزيدوا فوق 335 مليار ولا غتنقصوا منها، لان الميزانيه الثلاثيه لا تتكلموا عن هذا الموضوع. السيد رئيس الحكومه الخلاصه، البعض كيقول بان أخ النوس السيد رئيس الحكومة الرجل الذي لم يخلق فرص شغل، أنا لا أقول قتله، ولكن هذا الشيء اللي قالت الصحافة. المؤشر السلبي منذ سنة 2000 في البطالة سجل معكم السيد رئيس الحكومة. الأسباب كثيرة، خليني نقول لكم، قال جلالة الملك حفظه الله: أخطر ما يواجه تنمية البلاد هي العراقيل المقصودة التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما وجب محاربته. الأسباب هي جمع المال والسلطة السيد رئيس الحكومة، هو تضارب المصالح، هو الريع، هو الاحتكار، هذا الشيء كيخلي المستثمر يهرب، كيخاف، ما كاينش الثقة. بالمناسبة الثقة فيكم السيد رئيس الحكومة في الحكومة تراجعت غير في سنة من 66% ل 33%، ماشي حنا اللي كنقولوه، بارومتر العربي اللي ديال ميريكان، راه اللي كان كيتكلم علينا مرحبا. إذا في المحروقات العنوان باين، مجلس المنافسة أدانكم السيد رئيس الحكومة، الفساد المؤشر 97، سحبتوا من المشاريع، تأخر الإصلاح التشريعيه، ولكن خليني نقول لك شي حوايج السيد رئيس الحكومه اللي عندهم علاقه بكم. عدم صدور التعاقد الوطني للاستثمار اللي تكلمتوا عليه هنايا في اكتوبر 2022، فين هو؟ باقي ما خرجش. كنتكلموا على 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 قانون ديال الاستثمار مزيان، خرج في 12 جانفي 2022، فيما يتعلق بالمقاولات الاستراتيجيه في اقل من 3 شهور اللي كاينه في النظام خرجتوا كاع النصوص التنظيميه. فيما يتعلق بالمقاوله الصغيره والمتوسطه حنا دابا في السنه الثالثه باقي ما خرجتهم. فيما يتعلق بالمقاولات اللي كتصدر في ظرف 6 شهور باقي ما خرجتوه لحد الساعه. اين نحن من مضاعفه الاستثمار الخاص سيد رئيس الحكومه؟ جيتوا اليوم كتكلموا غتضعفوه في 2030، في الخطاب ديالكم 2020 قلتوا غتضعفوه في 2026، ها هو تراجع غير ما بين البارح واليوم. اين هي حماية المنتوج الوطني؟ قلت غتخلقوا 100,000 منصب شغل بصنع بالمغرب، غتخلقوا 34 مليار درهم، ولكن ماشي هذا اللي وقع. اللي وقع هو انه رسم الاستيراد ديال بعض المنتوجات ديال الاقارب ديالكم السيد رئيس الحكومه، خفضناهم من 40-30%. للاسف الشيء، اين هو الاصلاح الجبائي؟ الضريبة على الشركات، الشركات الصغرى من اللي كتربح اقل من 30% طلعتوها من 10-20%، والشركات اللي كتربح اكثر من 100 مليون ديال الدرهم هبطتوها من 30-20%. درتوا استثناء احنا ما عرفناش، حتى خديتوا الصفقه ديال تحليه المياه عاد عرفنا. اللي عنده تعاقد مع الدوله فيه 1.5 مليار ديال الدرهم ما غتكونش ضريبه على الشركات 35%، غتنزل ل 20%، وهذا الشيء هو اللي شفناه للاسف الشديد. فلذلك السيد رئيس الحكومه، احنا خليني نقول بكل وضوح انه كتكلموا على 620,000 منصب شغل، شنو على اوراش 221,000، على فرصة 42,000، ولكن راه البرامج السابقة لا تحفيز ولا إدماج فيها 256,000 وفيها 40,000. لذلك السيد رئيس الحكومة أرجوكم ثم أرجوكم، هذا الأمر ما كيحتاجش المزايدة، وما كيحتاجش بالمناسبة مكاتب الدراسات. مادام أنتم كتكلموا على استراتيجية ديال المناخ الأعمال اللي فيها قلتوا ثلاثة الدعاية، السيد الوزير كيتكلم على 4 دعائم، غير اتفقوا، هو عاد قال ان هذا الشيء ما كملاش حتى شهر. فلذلك ندعوكم ان تشغيل مساله وطنيه معقده، ندعوكم سيد الرئيس الحكومه مادام كتكلموا على هذه الامور كلها وما كاينش تخطيط، ندعوكم الى مناظره وطنيه للاستثمار برعايه جلاله الملك تحضر فيها كل الاطراف لكي تساهم في حل هذه الاشكاليه، سواء في هذه السنتين ونص اللي بقى او فيما تبقى من عمر دوله.